أفضل وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا، والتي بها يضمن الإنسان له بيتا في جنة عرضها السماوات والأرض، أن يبني الإنسان في هذه الدنيا بيتا لله عز وجل. والجزاء من جنس العمل، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هنيئا لمن جمع له مالا ووفر من مصروفه شيئا وادخر له جزءا من المال ينوي به أن يبني مسجدا لله جل وعلا. من بنى مسجدا لله ليس فقط يحصل على بيت في الجنة، بل كل ما في هذا المسجد من صلاة وسجود وركوع وقراءة قرآن وذكر ودعاء وعبادة فهو في ميزان حسناته يوم يلقى الله عز وجل. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، لو كعش حمامة أو طير، وهل هناك مسجد بهذا الحجم؟ طبعا لا يوجد. قال بعض أهل العلم لو اشترك العديدون في بناء مسجد واحد وكان نصيب كل واحد منهم كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام، في هذا يوم مبارك من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم الجمعة، يكرمنا الله سبحانه وتعالى بافتتاح مسجد الإحسان. نبارك لكم ونبارك لأنفسنا، ونشكر الله سبحانه وتعالى على أن أتم علينا فضله ونعمته بإتمام هذا المسجد المبارك. والله تعالى نسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل هذا المسجد، مسجد الإحسان، من منفقه الكريم لصالح والدته، اللهم آمين. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ولا شك أن أعظم الأماكن في الأرض هي بيوت الله سبحانه وتعالى، خصصها الله سبحانه وتعالى بمميزات وصفات كثيرة. فمن أراد الآخرة فعليه أن يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يكون ذا صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى، لأن المكان الذي يصلي فيه، المكان الذي يسجد فيه، يشهد له يوم القيامة. بل إن الله سبحانه وتعالى كتب أجر من خرج من بيته متوضئا، كل خطوة يخطوها خطوة ترفع درجة وخطوة تحط عنه خطيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المسجد إن شاء الله فاتحة خير على أهل هذه المنطقة، كما نشكر الإخوة الكرام الذين مثلوا الإدارة المحلية والحكومة والميرية ولجنة الأديان والقضيات الذين شاركونا في هذا الحفل الكريم. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه النفقة من منفقها فاعل الخير لصالح والدته، وأن يعامله بهذا الإحسان، وأن يجزي له خير الجزاء، وأن يبني له ولوالدته إن شاء الله قصورا متجاورة في الجنة بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نورا وبشرى، علوت مكانة ورفعت قدرا، وأهديت الورى نورا وبشرى. حباك الله يا ندوة فضلا، حباك الله يا ندوة فضلا، فكنت نذل هم الليل بدرا، فكنت نذل هم الليل بدرا. وأنت أب لمن عاشوا يتامى، ويسر للذي قد ذاق عسرا. وأنت أب لمن عاشوا يتامى، ويسر للذي قد ذاق عسرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين صلى الله عليه وسلم. وبعد، في الحقيقة نتوجه بالشكر الجزيل للمحسن الكريم الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، ونحن هنا في الدرس الذي لا نعلمه، فاعل الخير الذي يعني آثر أن يسمي هذا المشروع مسجد الإحسان لصالح والدته، جزاه الله وجزاها كل خير. وفي الحقيقة نحن رأينا
الإحسان في هذا المشروع من البداية حتى النهاية الحمد لله رب العالمين، حتى خرج بهذه الصورة الطيبة. فالمشروع هو في وسط مدينة بركين بجوار المطار المركزي للمدينة والمحافظة، والحمد لله خرج كما يعني طلب الله عز وجل وفضله وإحسانه، خرج طابقين وليس طابق واحد الحمد لله، حيث أن محافظ المحافظة الوالي قال أن هذا سيكون في منطقة مهمة فأثر أن يكون هناك فدروم، فقلت له ما عندنا إلا يعني طابق المسجد الواحد، فقال هذا من إدارة المحافظة، والمحافظة قامت بعمل الطابق الأول ونحن الحمد لله أكملنا على هذا الشكل الطيب المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعامل المحسن الكريم بإحسانه وفضله ومنه وجوده كما يعني سمى مسجده الإحسان، أن يجعله ويجعلنا وإن شاء الله إخواننا جميعا من المحسنين، وأن يعاملنا الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وإحسانه وجوده وكرمه. وكما أحسن هذا الأخ الفاضل فعل خير إلى والدتي وبرها بهذا المشروع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعه بها وبأهله أجمعين وبنا إن شاء الله في الجنة على سرر المتقابلين، وأن يأتي إن شاء الله هذا المسجد بالمصلين فيه والذاكرين فيه والمتعلمين فيه شفيعا له ولوالدته يوم القيامة. اللهم أمين، وجزاكم الله كل خير.